اليوم عم نحكي بموضوع انتو كعائلة مشهورة بشو؟ يعني عائلة مشهورة بالأكل، عائلة مشهورة بالشيب، عائلة مشهورة بالصلع، عائلة مشهورة بأكل المعينة مثلا بالطيبة عقولة نعيم. هلا في عنا ريم عم تبعتلنا على 0788-953-953 عم تحكي عائلتنا مشهورة بالنصاحة بالوراثة والشيب المبكر. برهان بحكي احنا عائلة قاتلنا البرستيج، في جد في هيك يعني أصدقائنا بتحسهم خلاص يعني حتى بتعرفوا أحيانا الظروف بتختلف والناس، بس في ناس ضلهم محافظين على هذا الاشي مهما ضاقت عليهم الدنيا. فشاركونا على 0788-953-953 انتو كعائلة مشهورة بايش؟ حنين حكيتي انتي مشهورة بايش؟ يعني الاشياء اللي بنعملها بالبيت مثلا مربى المخللات كل اشي كل اشي مصنوع بالبيت. انا حكيت احنا عائلة مشهورين بالنقاش الحاد الصراخ هاي كل عائلة اردنية مشهور فيها باكلة الكرشات والفوارق هاي كل عائلة مشهورة فيها، فاتوقع كلنا بنتفق على هذا الشيء. هون اخواني الشباب مهووسين هوس بغسيل وتنظيف وتلميع سيارات، معظم الشباب الأردن علا والبنات وسواس التنظيف هاي من علا. هلا بعد كورونا بعتقد الموضوع كمان بيزيد أكثر عندهم برضو. هاي هنا رسالة، إحنا عيلة مشهورين بأنه إحنا أطباء، هلا هاي كمان عند كل الأردنيين الأطباء الأعشاب الكذا. إحنا عندنا الأطباء حقيقيين بالبيت. هاي الرسالة من صديقنا، يا ريت تبعتونا الاسم، اسم الثلاثي. احنا مشهورين بالعرض والبرستيج وايش كمان عنا عمر عم يحكي والطوش عرفت بالطوش كتير ما قدرت امشي لك من بالي. طيب هي هنا كمان عنا غادة سابا زميلتنا، اهلا اهلا. نسأل الناس عديني غادة، انتو كعيلة مشهورين بايش؟ احنا مثلا مشهورين بالنقشات الحادة واكلة الكرشات والفوارغ. افتح لي المايك اسمع غادة شو بالنكد. بالنكد مع انه مو مبين عليك ابدا، مش مبين عليك دائما بتضحك. كان بعرف حدا العيله صريفه مشهوره بانهم يصرفوا، يعني مستعدين مثلا يروحوا يشتروا مثلا ايش احكي لك، يعني بعزقه زي ما بقول بعزقه يعني جميع انواع الشاي ملهاش داعي مثلا زي العيله اللي انا بعرفها مشهوره بالبخل العميق جدا من كبيرها لصغيرها. هلا هو من يعني من الواحد خير الامور الوسط، يا تخ يا اكسر مخه، يعني يا بتكون بخيل يا بتكون بعزق، شيء عادي وسط. مصطفى ابو الرب تحياتنا لك، يسعد مساكم. احنا مشهورين بشرب القهوه الساده، مشهورين بانه ابوي دكتاتوري. مصطفى تحياتنا لك يا مصطفى. نسيم نسيم عويس بيحكي احنا مشهورين ب معسل التفاحتين. طبعا في عنا رائد بيحكي احنا مشهورين بحضور المباريات، كثير بحبوا يحضروا مباريات. على فكره في ناس هيك يعني، خصوصا اذا كان الاب متعلق جدا بالمباريات تصير الاولاد زيه، وحتى ممكن زوجته والبنات وكلهم يكونوا بحبوا فريق معين يحضروا مباريات. وفي ناس كثير مع ان بيكونوا متعلقين بالمصارعه بيحضروها كثير بحبوا يعني يحضروها. طبعا هنا كمان عنا مساء الخير، احنا مشهورين بالكنافه النابلسيه. هنا مكاوي بتحكي بالصوت العالي بالنقاشات، هذا زينا هبه ابو الشمال زي عيلتي بالضبط. هبه يعني كلنا هيك هبه. يمكن نكون نحكي بموضوع بفكرونا نتطاوش احنا نكون عم نتناقش بس احنا هيك. انا بكون بحكي عادي بفكروني بخانه، يا جماعه هذا صوتي هذا طبيعي انا اللي عم بحكي فيه. كمان تبع الراديو زين، هي انا وما عندي اليوم بالعين راديو. زينة بتحكي احنا مواعيدنا اللي مش مظبوطه. مرحبا حنين، ومعنا نريمان عم تسمعنا من امريكا، يسعد مساكم بسمعكم دائما. طبعا ايش عم تحكي، هي بتحط منبه الصبح عشان تصحى يسعدك 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 يا نريمان. الله عليك يا نريمان، تحياتنا إليك. احنا عيله مبليه بالشد دويك بحكي زي معن. مساء الخير، انا بسمعكم من السعوديه من مكه. احنا مشهورين بالعلم والعلامات العاليه والدراسات العليا، والدنا دكتور ومقسمين بين طب وهندسه وصيدله، وكمان مشهورين بدعم الاحتياجات الخاصه لانه اخونا الصغير عنده متلازمه داون. هاي الرساله من لما، تحياتنا لك. تحياتنا إليك يا لك، مبسوطين فيك. قلت الحلوه وشعلها طاير على خده. احمد ابو صلاح عيلتهم معروفه بكثره النوم، بحبوا يناموا، تدخل على المكتب تلاقيه نايم وبالغموض. يمكن هنا في عنا مشهورين بحب القراءة احنا كعائلة. حلو. هاي الرسالة من
إناس. في عائلة بتكون مثلا حبها للمواضيع السياسية مثلا، عائلة بتحب تحكي كثير بالسياسة. روز عم تحكي بما انه انا نابلسية فمشهورة بالكنافة وهي عملتها مبارح، اوه ابعتي لنا طب صحن يعني. احنا مشهورين بكثرة الجلي، طابور الكاسات من المطبخ من اول مطبخ، لآخره. هاي المسج عنا مش عارفة من مين، يا ريت ابعتوا لنا الاسم. رانيا، بنحب دائما نكون مع بعض. حلو. هاي منال العيلة الملتمة ملتمة.